بسم الله نبدأ ومعكم مشاهدينا بدأ برنامج صوت الشعب من الآن ولغاية الساعة الثانية ظهرا بإذن الله معكم عبر قناة إيوان تي في الأردنية الأولى دائما معكم ودائما بكم ولكم بإذن الله تعالى نتحدث بكل شفافية ومصداقية ونتمنى مشاركتكم بكافة شكاويكم واقتراحاتكم وأيضا متابعتكم من خلال أرقام الواتساب الموجودة على شاشة إيوان تي في وأيضا متابعتنا بكافة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وأيضا صفحتنا على اليوتيوب. قبل ما نبدأ متابعتنا لهذا المساء اليوم نتحدث عن طلبة الثانوية العامة في البداية وبداية برنامجنا لهذا المساء ونقول لهم ألف مبروك للي نجحوا اليوم وإن شاء الله دائما الأفراح حليفة دياركم، ولكن أنا اليوم بدي أقول للناس اللي ما نجحوا اليوم والناس اللي ما حالفهم الحظ بامتحان الثانوية العامة بإذن الله تعالى الخير بالجيات والسنوات القادمة بإذن الله. يعني اليوم ما نوقف محل ما إحنا اليوم، لا يكون في عنا طموح اليوم إلى الأمام. ونتحدث اليوم عن طلبة الثانوية تحديدا، نحن نشوفنا نسبة النجاح اليوم وكان مؤتمر صحفي لمعالي وزير التربية والتعليم والحديث عن هذه النسبة الكبيرة جدا، نتحدث عن 63% نسب النجاح في المملكة الأردنية الهاشمية والأول على المملكة وهي طالبة بالفرع العلمي كما علمنا ورأينا المؤتمر الصحفي. طالبة جابت معدل هي لين المومني 99.9 بالعشرة، أيضا ألف مبروك، ولكن زي ما حكينا للي ما حلفهم الحظ للسنوات السابقة دائما فلتكن بداية الطريق، بداية الطريق لكم جميعا. ولكن اسمحوا لي بصوت الشعب أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين حفظه الله ورعاهن أبنائنا أبناء الطلبة الثانوية العامة بتغريدة على تويتر: سررت برؤية الفرحة على وجوه أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة وهم يحصدون ثمار جهدهم، أمضوا في مسيرتكم واجتهدوا وبادروا فالأردن يتقدم بكم ويعزز إنجازاته بسواعدكم. وأيضا دولة الدكتور بشر الخصام رئيس الوزراء بارك لكافة أبناء طلبة الثانوية العامة وأهنئ أبنائي وبناتي الناجحين في الثانوية العامة وذويهم على ما حصدوه من نتائج طيبة متمنيا لهم مستقبلا زاهرا مليئا بالنجاح والتقدم. أما الذين لم يحالفهم الحظ من أبنائنا وبناتنا الأعزاء فالمستقبل أمامهم لتحقيق النجاح والتميز بإذن الله. وندعو بالرحمة للطلبة الذين وافتهم المنية أثناء وبعد انعقاد جلسات الامتحانات ونعزي أهلهم وذويهم ضارعين إلى الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. يعني رحم الله المتوفين من أبنائنا الطلبة الثانوية العامة بعد انعقاد امتحان الثانوية العامة، رحمهم الله جميعا ونبارك لكافة الطلبة الناجحين واللي ما حالف الحظ بإذن الله تعالى فلتكن بداية الطريق. ومتابعاتنا لهذا المساء معكم من صوت الشعب كما نتحدث دائما بكل مصداقية وشفافية. اليوم سنتحدث صدور التعليمات التنفيذية لانتخابات غرف الصناعة والتجارة سيكون ضيفنا اليوم دكتور ناصر الحباشنة مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخابات. وأيضا من متابعاتنا لهذا المساء نتحدث عن مجلس النواب يعدل اسم قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وضيفنا اليوم سعادة النائب خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. وأخيرا نتحدث عن إطلاق مشروع تهيئة شبكات مياه لاستقبال الناقل الوطني، وأيضا ضيفنا سيكون الأستاذ عمر سلامة الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه. اهلا وسهلا بكم جميعا اينما كنتم من جديد دائما بصوت الشعب معكم نتحدث بكل شفافيه ومصداقيه وعلى الهواء مباشره، ونتحدث باولى متابعاتنا لهذا المساء صدور التعليمات التنفيذيه لانتخابات غرف الصناعه والتجاره وضيفنا اليوم الدكتور ناصر الحباشنة مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب. يسعد مساك دكتور. الله يسعد مساك، شرفتني هذا المساء. شكرا لك وأهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية سيدي العزيز. اليوم نتحدث عن صدور التعليمات التنفيذية لانتخابات غرف الصناعة والتجارة تحديدا، نتحدث عن الاستعدادات أولا. شكرا لك يا سيدي، شكرا على استضافتنا حتى وتحتنا هذا الفرصة حتى نتحدث عن انتخابات هي نوعية بطبيعتها. نحن نتحدث عن انتخابات نوعية، بتتحدث عن انتخابات غرف صناعة وغرف تجارة. بالحقيقة التعليمات التنفيذية اللي احنا أصدرناها هي تعليمات تنفيذية جاءت لتبسط الإجراءات المتعلقة في إدارة هذه الانتخابات، كون هذه الانتخابات لها نظام
خاص يحكمه هو نظام غرف الصناعة ونظام غرف التجارة، وتصدر هذه الأنظمة صدرت بموجب قوانين غرف الصناعة وقانون غرف التجارة. لذلك جاءت هذه التعليمات لتنظم عملية إجراء هذه الانتخابات، وضمناها إجراءات أخرى لتبسيط إجراءات هذه العملية. نعم. فإذا ندخل في تفاصيلها راح نلاحظ إنه هذه التعليمات جاءت لكي تنظم إعداد جداول الناخبين، عملية الترشح، وعملية الاقتراع. نعم. والفرص. يعني دكتور، تحدث بالبداية عن حل المجالس تحديدا والتشكيلات سيدي العزيز. سيدي شكرا على هذا السؤال، لأنه هذا السؤال انطرح في أكثر من مجال، في ماذا ما هو مقترح حل المجالس. نعم صحيح. حقيقة حل المجالس هي من صلاحيات المرجع المختص، والمرجع المختص في هذه الحالة هو وزير الصناعة والتجارة. نعم. وإحنا كهيئة مستقلة انتخاب تقدمنا بهذا المقترح وتقدم بمعالي رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعيطة، نتيجة لقراءة فنية تمت في الهيئة المستقلة الانتخابات بناء، وهو قرار فني بحت على فكرة، وليس قرارا سياسيا. نعم. لأنه بناء على التقييم الذي تم للعملية الانتخابية في 2018، ارتئينا في الهيئة المستقلة الانتخاب أن نحقق أو نخلق بيئة تنافسية عادلة للمرشحين. نعم. نعم. نقصد بالبيئة التنافسية العادلة للمرشحين أن نعطي مجال للمرشح الذي هو الآن عضو مجلس إدارة أن يتابع حملته الانتخابية. يعني حل المجالس ويتفرغ للحملة الانتخابية القادمة. إذا بتلاحظ إحنا ربطنا الفترة الزمنية اللي تقدمناها في الاقتراح لمعالي وزير الصناعة والتجارة بحل مجالس الإدارة، هي مرتبطة فترة زمنية قلنا شهر أو شهر ونص من الموعد المحدد للاقتراع. وإذا بتلاحظ في هذه الفترة أن هذه الفترة مرتبطة فترة الترشح اللي بتبدأ مع حد دعاية الانتخابية. نعم. لذلك هذه الفترة الزمنية مرتبطة، حطيناها في إطار زمني حتى نفرغ المرشح العضو مجلس الاداره الراغب للترشح حتى يدير حملته الانتخابيه. مش من منطق او من العداله انه يكون في احد المرشحين. نعم. عضو مجلس الاداره مشغول في اداره اعباء الغرفه الصناعيه وتسيير امورها، وفي نفس الوقت في مرشح اخر متفرغ لاداره حملته الانتخابيه. واذا اخذناها بالقياس، كل انتخابات تجرى في الاردن يتم حلها حل اللي له منصب قانوني. إذا أخذنا بالمثال، أخذنا مجلس النواب. نعم. مجلس النواب تقوم الحكومة بحل مجلس النواب قبل 4 أشهر. بالمناسبة الحكومة اللي بتحل مجلس النواب لغايات الانتخابات ليس مطلوب منها دستوريا أن تقدم استقالتها. قص على ذلك مجلس إدارة، قص على ذلك البلديات وكافة الانتخابات كل المحافظات. يعني كقانون نتحدث عن أصبح الآن أن هذا شيء عرف متعارف عليه في الأردن، أنه يحل كافة المجالس تحل قبل إجراء الانتخابات حتى ما نعطي أفضلية لأحد على آخر. نعم. يعني هذا تحدثت به دكتور ناصر عن موضوع حل المجالس، ولكن المترشحين الجدد الآن ما كانوا أعضاء في المجالس اليوم، آلية التعامل معهم، الأحقية والتساوي ما بينهم وبين إذا كانوا هؤلاء أعضاء أيضا. يعني إحنا مبدأ الترشح هو متاح للجميع، ولكن المترشحين هم يجب أن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة، في غرفة التجارة أعضاء في الهيئة العامة. في الهيئة العامة. خلينا نفرق الآن ما بين هذه الانتخابات، لأن في بداية الحديث قلت هذه انتخابات نوعية. انتخابات نوعية مقصود فيها أنها هي متخصصة من حيث تشكيلة وإعداد جداول الناخبين اللي فيها. من يحق له الانتخاب والترشح يجب ابتداء أن يكون اسمه مدرج، ويجب أن يكون في الهيئة العامة وينطبق عليه شروط المؤسسة الصناعية أو المؤسسة التجارية. نعم. إذا كنا نتحدث عن المؤسسة الصناعية، فيجب أن تكون المؤسسة الصناعية رأس مالها 30,000 دينار فأكثر، عندهم 10 عمال منتسبة مسددة للرسوم. الآن في هذه الحالة بنعد جداول الناخبين للمؤسسات، والمناسبة من يتولى إعداد جداول الناخبين هي غرفة. نعم. هي غرفة الصناعة. بالمثل تكون هناك غرفة التجارة، يجب أن تكون ليست مؤسسة صغيرة ولكن مؤسسة تجارية رأس مالها 5,000 فأكثر. تشكيلة الغرف بالإجمال، يكون هناك غرفة صناعة الأردن. الآن غرفة صناعة الأردن هي المظلة للصناعيين جميعا. نعم. نعم. بيكون تحتها غرف الصناعة الموجودة في عمان وإربد، في عمان وإربد والزرقاء. أعضاء مجالس الإدارة، أعضاء مجالس الإدارة اللي المنتخبين، رئيس مجلس الإدارة منهم بيكون عضو في مجلس غرفة في غرفة تجارة الأردن. الأردن. غرفة. نعم. صناعة الأردن. بنفس الوقت ممثلين القطاعات الصناعية بيكونوا أعضاء في مجلس غرفة صناعة الأردن.
يعني العدد بالإجمال يجب أن لا يقل عن 15. 15 أعضاء مجلس الإدارة الممثلين القطاعات المنتخبين بيكونوا موجودين أصلا المجلس وتابعين الهيئة، ورئيس مجلس الإدارة بيكون عضو في مجلس إدارة الأردن غرفة صناعة الأردن، مندوب ممثل عن الحرفيين. نعم. وإذا كانت الغرفة الصناعية تتكون من 1 لـ 400 بيكون لها زائد رئيس مجلس إدارة بيكون لها عضو كمان ممثل لها، فبهذا تتشكل مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. نعم. وكذلك مجالس المنتخبة. يعني دكتور تحدثنا عن المترشحين، لكن يوم نتحدث عن الناخب سيد العزيز، شروط الناخب، آلية الانتخاب، هل في شروط معينة لأي ناخب داخل الغرفة صناعة الأردن؟ هي تختلف اختلاف طبعا كل الانتخابات العادية. طبعا تنتخب يعني من يحق له الانتخاب هي المؤسسة التجارية أو الصناعية المدرجة أو المسدد للرسوم المترتبة عليها للغرفة الصناعية وتنطبق عليها الشروط موجبة أحكام القانون والنظام. نعم. وأنا شرحت شو هي المؤسسة الصناعية اللي تزيد رأس مالها عن 30,000 وعندها 10 عمال مسجلين قبل موعد إعلان الهيئة، وهذا ما قصدناه في التعليمات التنفيذية اللي أصدرناها حتى ننظم العملية الانتخابية، لأنه إحنا من تجربتنا في 2018 كانت الجداول الناخبين غير ثابتة ومتحرك. نعم. أي نعم. بمعنى أنه يستطيع الصناعي أو التجاري قبل موعد الانتخابات ب15 يوم في الصناعة وقبل شهر في التجارة أنه يروح غير قطاعه التجاري أو أنه يرفع رأس ماله بسبب ما عشان الانتخاب؟ بسبب ما عشان الانتخاب. لذلك إحنا قلنا حتى تكون هناك مبدأ العدالة ويسود على الجميع، أعلننا من موعد الاقتراع اللي هو للصناعة في 29/10 قلنا في 28 في قبل 28/8 جميع المسجلين في جداول الناخبين هم يدرجوا ولا يجوز بعد هذا التاريخ أن يتم التسجيل أو التعديل على رأس المال أو تغيير القطاعات. نعم. حتى تثبت عندنا جداول الناخبين، لأنه بعد هذه الفترة راح تتم تسليمها للجان الإشراف اللي شكلناها. احنا شكلنا لجان إشراف 3 في كل غرفة صناعة من ذوات حتى يقوموا بتدقيق هذه الجداول. نعم. بعد ما يتم تدقيقها راح يتم عرضها للاطلاع العموم، لأنه في عدد كبير الآن بقول هذه الغرف الصناعة لا تتيح للأعضاء أو أعضاء الجمعية المترشحين الباقيين إنهم يشوفوها. فلقلنا فإحنا استلمناها راح يتم تدقيق هذه الملفات ويتم عرضها على الموقع الإلكتروني وكذلك في الغرف الصناعية ليتم الاطلاع عليها، لأنه في فترة وهذا راح تكون متاحة للجميع تقريبا ب 22/9. نعم. راح تكون متاحة للاطلاع عليها، بعدها تبدأ فترة الاعتراضات. نعم. يعني احنا قبل ما ندخل بالتعليمات التنفيذيه الخاصه، وعلى ما اعتقد ان هي تعليمات الان نافذه وصدرت بالجريده الرسميه، ولكن نبدا بالحديث عن اليوم عن المخالفات، عن التلاعب اذا من بعض المرشحين او الناخبين. اليوم انتم كهيئه اكيد دوركم الرقابي موجود، تحدث عن هذا الدور سيد العزيز. يعني احنا التعليمات التنفيذيه والنظام والقانون بسط سلطه الهيئه الاشرافيه والاداريه والرقابيه على كافه مراحل العمليه الانتخابيه. نعم. لذلك احنا لما عدينا تعليماتنا التنفيذيه وضعنا اطار زمني، وهذا الاطار الزمني هو سلطه رقابيه للهيئه وسلطه تحدد المفاصل الزمنيه لكافه مراحل العمليه الانتخابيه. فحطينا المفصل الاول والرئيسي هو اعداد جدول الناخبين، المفصل الثاني هو موعد الترشح، والثالث هو تحديد يوم الاقتراع اللي هو 29 الشهر 29/10 للصناعه و 3/12 للتجاره. الان هذه التعليمات نظمت عمليه اعداد جدول الناخبين، وقلنا بأنه هذا لا يجوز لأي مؤسسة صناعية لا تنطبق عليها هذا الشروط أن يكون اسمها مدرج في جداول الناخبين. من نريد أن يكون ممثلا للصناعيين هو الصناعي الحقيقي الفعلي الذي يمتلك هذه المؤسسة وعنده صناعة فعلية وموجود اسمه في سجلات الناخبين. نعم. يعني هذا شيء جميل جدا، ولكن اليوم نتحدث عن التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين للانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية ومثلي القطاع الصناعية لسنة 2022. تحدثنا ببعض التعليمات والآن وهي نافذة اليوم، هل سيكون هناك تغييرات في المستقبل على هذه التعليمات سيد العزيز أو تعديلات؟ حقيقة احنا كهيئة رصدنا عدد من الملاحظات على الإجرائية وليست التشريعية على التعليمات النافذة اللي على النظام النافذ، يعني الفيدباك لعمليات الانتخابية. احنا بالعادة يتم هنالك تقييم بعد كل مرحلة عملية، بعد كل مرحلة عملية انتخابية بيكون هناك تقييم، ولكن رصدنا عدد من الملاحظات على النظام نفسه تستوجب إعادة النظر فيها، واحنا راح نقدم هذه الملاحظات لأنها هي تشكل حقيقة عبء على الهيئة في تنفيذ إجراء العملية الانتخابية. لذلك احنا حاولنا قدر الإمكان انه احنا نكيف تعليماتنا التنفيذية حتى تقدر تسهل توسط علينا الإجراءات في من النظام.
نعم. احنا اذا بتلاحظ يعني احنا مده الترشح هي في الصناعه 15 يوم، ولكن في التجاره شهر، في التجاره لا ثلاث ايام. ثلاث ايام يعني اذا بتلاحظ ما قبل الموعد، ما قبل الموعد ثلاث نعم. ايام ما قبل الموعد. الان يعني اذا بتلاحظ في الصناعه في عندك بعد 15 يوم اذا لم يكتمل العدد يجب ان نفتح الباب الترشح لمده ثلاث ايام. هذه الاجراءات اللي منصوص نعم. عليها في النظام، هذه اجراءات غير مالوفه لنا في الهيئه في اجراء العمليه الانتخابيه. اذا لم يكتمل العدد يجب ان يكون هنالك قرعه حتى احنا نقدر نكمل. يعني في هنالك عدد من الاجراءات والملاحظات اللي احنا رصدناها على النظام يجب حقيقه استوقفتنا، ويجب ان اعاده النظر فيها، وسوف نتقدم بهذه المقترحات. نعم. يعني دكتور الاجراءات نتحدث اليوم ببدء بداية بالعملية الانتخابية، اليوم احنا وين وصلنا بهذه الانتخابات سيد العزيز؟ بهذه المرحلة تحديدا. نعم، الآن احنا طلبنا من 1/8 طلبنا من غرف الصناعة تزويدنا وغرف التجارة تزويدنا بجداول الناخبين للمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط. نعم. شكلنا اللجان في الميدان لغرف الصناعة، تم تشكيل ثلاث لجان في الميدان في غرف الصناعة ستباشر أعمالها، باشرت أعمالها حقيقة اعتبارا من اليوم، هم موجودين في غرف الصناعة. الجداول الناخبين الأولية أصبحت لدينا في الهيئة، يتم مراجعتها، سيتم تسليمها إلى لجان الإشراف ليتم بدء عملية التدقيق، وهذه عملية التدقيق تشمل تدقيق فعلي وقد تقول بتروح في بعض الأحيان إلى الكشف الحسي على المؤسسة الصناعية حتى نتأكد من مطابقتها للأنظمة والقوانين وأنه ينطبق عليها شروط الهيئة العامة. الآن هذه الإجراءات كافة بتمهد لعملية يوم بدء تقديم استلام طلبات الترشح، راح تبلش في 14/9. 14/9 موعد الاقتراع سيدي سيكون في 29/10. 29/10 والبدء نعم. بهذه المرحلة من الآن بدأنا التجهيزات. نعم، من الآن ل 29/10. نعم. اليوم سمعنا، ما بنعرف الخبر صحيح ولا لا، أن اليوم في تطبيق على خلال الموبايل تقدر تستخدمه للاقتراع، هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ هاي جديدة علينا صراحة، لسه ما وصلنا. يعني هي شوف احنا لا، ما في، راح يكون التطبيق الاقتراع راح يكون مباشرة من خلال غرف اقتراع وصناديق. ممتاز. استخدام التكنولوجيا في الانتخابات. عملية في الانتخابات هي عملية حقيقة بحاجة إلى دراسة مستفيضة، لأنه التجارب التي أجريت فيها الانتخابات بواسطة التكنولوجيا في مختلف دول العالم يعني ما كانت نتائجها مبشرة، غير مرضية أيضا، غير مرضية. نعم. يعني وفي هنالك فعلا أزمة ثقة في هذا الموضوع، لذلك من المبكر الحديث يعني عن مبكر دكتور جدا. احنا بالورقة عن. وموجود الورقة ونقريها لهذا لسه بيظل في شكوك. خلصاني يعني أنا أحكي عن الشكوك بس قليلا بعد قليل. لكن سيدي العزيز أيضا سمعنا أنه اليوم في بطاقات أيضا للانتخاب، ما هي نعم. البطاقات وما هو المقصود بالبطاقات؟ شكرا لك على هذا السؤال. يعني هذا للتوضيح، البطاقة الانتخابية هي فكرة أصلا موجودة في غرف الصناعة. يعني كانوا بالسابق في الانتخابات السابقة واللي كانت تعدها وزارة الصناعة بالسابق كان هنالك بطاقة انتخابية يتم إعدادها، ولكن إحنا جودنا هذه الفكرة وطورنا عليها، قلنا إحنا حتى نمكن الناخب أو المؤسسة الصناعية من اللي بتروح تنتخب من أنه ما يكون في هنالك عنق زجاجة في يوم الاقتراع. نعم. قلنا بدنا نعد لكم بطاقة انتخابية تشمل على المعلومات الخاصة فيها، اسم رقم العضوية للمؤسسة واسم المؤسسة، و راح نوزعها عليهم مسبقا. يعني مجرد ما تكون عندنا جداول النهائيه في 22/9 جاهزه راح يتم اعداد هذه البطاقه الانتخابيه، راح تكون متاحه في عند لجنه الاشراف وفي غرف الصناعه حتى يقدر الناخب او من يرغب في ممارسه الانتخاب، لانه الذي يقوم بالانتخاب تختلف هذه في المؤسسات. الان احنا بنحكي عن من يحق له الانتخاب، هو رئيس مجلس الاداره، رئيس هيئه المديرين، مالك نعم. المؤسسه او من يفوضه بموجب كتاب رسمي في السجل التجاري. إذا كانت المؤسسة فيها أكثر من مفوض لازم يتفقوا على واحد ويجيب كتاب رسمي ويجي ليوم الاقتراع. لذلك احنا بنحاولنا قدر الإمكان أنه نخفف على المؤسسات الصناعية من عملية التدقيق اللي بتتم قبل موعد الاقتراع. نعم. فهناك لأنه في إجراءات بتتم، فقلنا من يرغب في أنه يحصل على هذه الخدمة مسبقا موجود، احنا عدينا له بطاقة انتخابية موجودة تقدر تستلمها قبل في شهر من موعد الانتخاب، تقدر تستلمها وبتيجي على يوم الاقتراع تدخل مباشرة بدون أي تدقيق، بظل داخل البطاقة موجودة، البطاقة موجودة، تدخل مباشرة على رقم صندوق موظف فيها موظف فيها كل هذا تسهيل عملية الانتخاب. تسهيل نعم. ولكن دكتور اليوم تحدث عن اللجان الموجودة، احنا بنعرف اليوم بأي انتخابات كانت، ولكن اليوم الصناعة والتجارة لها أيضا خصوصية زي ما تحدث اليوم بخصوص اللجان الموجودة والمشرفة على هذه العملية الانتخابية. نعم.
اللجان تم تشكيل 3 لجان في كل غرفة صناعية، هنالك لجنة مشكلة من رئيس وعدد من الأعضاء، يعني في عمان في عنا رئيس وأربع أعضاء، في إربد في عنا رئيس وثلاثة، وفي مندوب، وفي الزرقاء نفس الشيء، في عنا مندوب من وزارة الصناعة والتجارة موجود في هذه اللجان. مهام هذه اللجان نصت عليها التعليمات التنفيذية هي مكنت هذه اللجان من إنها تدقيق طلبات جداول الناخبين، استلام طلبات الترشح والبت فيها، استلام الطعون كذلك والبت فيها، نعم، وتشكيل لجان مساندة ليوم الاقتراع والفرز، نعم، لأنه إحنا الانتخابات عندنا موزعة على انتخابات مجلس إدارة وانتخابات قطاعات، ففي عندنا 10 قطاعات، فغرفة الاقتراع والفرز تختلف من حيث الشكل والمضمون، لأنه في عندك مجلس إدارة وفي عندنا عدد من القطاعات. لذلك يعني في الانتخابات إحنا في بعض الناس في الانتخابات السابقة قال كان يلاحظ إنه في واحد مثلاً بيقترع أكثر من مرة، هو الذي يقترع أكثر من مرة لأنه عنده أكثر من مؤسسة صناعية يمتلكها، لذلك يطلع له حسب عدد السجلات الموجودة باسمه في وزارة الصناعة والتجارة بيطلع له أوراق اقتراع أنه يصوت فيها. لذلك راح تشوف مثلاً عندك مثلاً رئيس مجلس إدارة في عنده أكثر من مصنع فبفوت بصوت أكثر من مرة، نعم. لذلك هي لها خصوصية. نعم دكتور ناصر، اليوم نحكي بشفافية، في شكوك أحياناً بالانتخابات من المواطن طبعاً، من الناس، نحكي بالانتخاب بشكل عام طبعاً، ليس غرف الصناعة والتجارة، نحكي بشكل عام. لكن اليوم إحنا بنأكد إنه الهيئة المستقلة للانتخاب هي هيئة رقابية إشرافية تنفيذية للعملية الانتخابية، لكن اليوم البعض طبعاً بيشكك بمصداقية الانتخابات أو إنه بشفافية الانتخابات. سيد العزيز، اليوم إحنا بنقولهم عكس ذلك، إنه دوركم الرقابي والإشرافي على العمليات الانتخابية. سيد، شوف إحنا في الهيئة شكلنا منظومة نزاهة. منظومة النزاهة اللي إحنا شكلناها هي مجموعة من الإجراءات الملموسة، لأنه إحنا في الهيئة لا نتحدث شفوياً، نعم. ولكن لما حكينا عن منظومة النزاهة هي مجموعة من الإجراءات الملموسة الذي يستطيع المراقب، المواطن، المسؤول أن يتحسس هذه الإجراءات ويتلمسها ويستطيع مراجعتنا فيها في أي وقت، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة. نعم. مجموعة هذه الإجراءات إحنا أسقطناها على الانتخابات في الصناعة وأسقطناها على انتخابات التجارة بالرغم من خصوصيتها. نعم. بالرغم من الخصوصية أسقطنا هذه المنظومة النزاهة اللي معتمدة عندنا في الهيئة واللي هي موجودة من منذ أنشأنا الهيئة من 2012 موجودة، ونالت رضا كافة شركائنا في العملية الانتخابية وأثنوا عليها المراقبين الدوليين والمحليين. هذه الإجراءات أسقطناها على انتخابات غرف الصناعة والتجارة. مجموعة هذه الإجراءات اللي بلاحظها إحنا راح يكون في عنا ربط إلكتروني، والربط الإلكتروني هذا الموجود عنا في بعض الملاحظات أجتنا من التجاريين إنه قد هنالك تخوف من أن يكون هذا الربط الإلكتروني يتوقف في بعض الأحيان، لكن هذا الربط الإلكتروني إحنا بنستخدمه في انتخابات نيابية، بنستخدمه في انتخابات التجارة والصناعة. نعم. هنالك 4 بدائل موجودة فوريا تشتغل تلقائيا إذا تعطل أحد هذه الوسائل. نعم. بنروح بديلة سريعة. إحنا الأساس هو الليزد لاين، الفنيين بيعرفوا في هذه التفاصيل. الأساس هو الليزد لاين، إذا ما توفر الليزد لاين بروح مباشرة للفورجي أو للفورجي، إذا ما اشتغل الفورجي بنروح للإسمس. يعني عندنا بدائل كثيرة، وهذا كله بيتم بالمناسبة أمام المراقبين. يعني تعليماتنا التنفيذية، نعم، أعطت مجال لكل مرشح في أنه يراقب مجريات العملية الانتخابية، إما منه شخصيا أو من خلال مندوبه بيكون موجود داخل غرفة الاقتراع والفرز. فهذه مكننا كذلك أنه إحنا عدنا على التعليمات التنفيذية حتى يكون هنالك عملية الاقتراع تتم بالتأشير وليس بالكتابة. نعم. لذلك في هذه الانتخابات راح يكون في هنالك ورقة اقتراع عليها صورة المرشح ويتم قراءتها على أمام الكاميرا. نعم. يعني ما يعني أسقطنا الإجراءات في الانتخابات النيابية والبلدية على هذا الورق، يعني راح يتم قراءة ورقة الاقتراع أمام كاميرا، وراح يكون في شاشة أمام الموجودين. يعني لن يستطيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز قراءة الورقة بمعزل عن الموجودين عن الحضور. أكيد. راح يقرأها قدامه ويكونوا شركاء في قراءة ورقة الاقتراع معه. نعم. هذه منظومة النزاهة اللي أنا بتوقع إنه إحنا إذا تم مراجعتها من قبل النقاد ومن قبل المراقبين راح يكونوا مطمئنين إنه هذه الإجراءات اللي بتأخذها الهيئة المستقلة للانتخاب هي إجراءات تكفل وتضمن نزاهة العملية الانتخابية. نعم. يعني دكتور أخيرا طولنا عليك اليوم، ولكن اسمح لي استحملنا نستغل وجودك معنا. نتحدث اليوم عن منظومة النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية. كما نعلم أنه إحنا اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية موجودة عندنا نزاهة وشفافية في الانتخابات، وبتكون أمام الجميع. يعني إحنا بنشوف حتى بالغرف الانتخابية ندخل ننتخب سواء أعضاء بلدية مجلس نواب
الأمور مكشوفة. لكن اليوم التجارب نتحدث العالمية الناجحة اليوم، هل ممكن أن تطبق لنا كمان في المملكة ونستفيد من هذه التجارب؟ وإضافة شيء جديد عندنا بالهيئة سيد. طيب سيدي، إحنا يعني عشان ما نكون مقصرين بحق أنفسنا في الأردن، إذا إحنا إجراءاتنا موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة اللي بتضمن نزاهة العملية الانتخابية، سواء كانت نيابية أو بلدية أو انتخابات أخرى تكلف فيها الهيئة، أنا بدعو المراقبين المحليين أو المهتمين في هذا الشأن أن يراجع هذه الإجراءات ويقارنها مع أي إجراءات موجودة عالمية أي دولة. عالمية. نحن في بعض في أغلب هذه الإجراءات نحاكي الممارسات الدولية الفضلة في ممارسة هذه في ممارسة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية بأي انتخابات. نعم. إحنا طبقنا الحبر الانتخابي موجود عندنا، مع إنه في أغلب دول العالم بيعتبروه عندنا إضافة، لأنه إحنا في عندنا ربط إلكتروني يتم توزيع الناخبين مسبقا على مراكز الاختراع. يعني اللي بفوت على غرفة بقدرش يفوت على غرفة ثانية، يعني ما بلاقي اسمه في أي غرفة إلا في هذه الغرفة. نعم، هذا صحيح. فرز هو الفرز المقترين، ممارسة معتمدة وموجودة في أغلب دول العالم. ورقة الاقتراع فيها علامات أمنية، أغلب المراقبين الدوليين بيستغربوا ويقول ليش حاطين عليها كل العلامات هذه، فوق 20 علامة أمنية. هذه الإجراءات اللي احنا متبعها إلها كلفة مالية، يعني حتى نقنع المواطن احنا في انه اجراءاتنا ملموسه اللي احنا موجوده على موقعنا موجوده، شوف والموجوده على الموقع الهيئة الالكتروني ما هي، وهذه الاجراءات اللي احنا هذه لها كلف ماليه. نعم صحيح. يعني اغلب دول العالم لا تجل لتطبيق هذه الاجراءات لنا لها كلف ماليه، ولكن احنا بنطبقها حتى نضمن انه اجراءاتنا سليمه وتخضع للتدقيق والمراقبه من قبل مراقبين محليين ودوليين. وفي تقارير، احنا التقارير بالمناسبه، وهذا اضافه يعني احنا عندنا في الهيئه التقارير اللي بتصدر على المراقبين الدوليين والمحليين يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى تكون متاحة للجميع وشوفها. أخيرا دكتور، نسبة الخطأ في الانتخابات بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب في العملية الانتخابية برأيك؟ الأخطاء اللي بتصير بالانتخابات اليوم أنتم أكيد ترصدوها اليوم؟ نعم، إحنا دائما نرصدها من خلال تقييمنا للعملية الانتخابية. نعم. نرصدها. لا توجد في كل العالم انتخابات كاملة، هنا الخطأ البشري موجود، ولكن الخطأ البشري الموجود هو غير خطأ بشري غير ممنهج. نعم نعم. وليس مقصود منه أن يؤثر على نتائج العملية الانتخابية. قد تكون هنالك أخطاء غير ممنهجة وغير مقصودة موجودة في إدارة العملية الانتخابية في بعض المناطق، ولكنها غير ممنهجة. مش بكافة المناطق. غير ممنهجة ولا تؤثر على نتائج العملية الانتخابية ولا تؤثر على سير العملية الانتخابية. نعم. بدي أشكرك دكتور ناصر الحباشنة مدير العملية الهيئة المستقلة للانتخاب، شرفتنا اليوم وطولنا عليك سيدي. لا يا سيدي، أشكرك وسهل. شكرا لك على هذه الفرصة، ومبروك للفائزين ومبروك للناجحين أكيد دائما بالثانوية العامة. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. أهلا وسهلا بكم جميعا من جديد. نتحدث بثاني متابعاتنا هذا المساء. مجلس النواب يعدل اسم قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. سنتحدث أكبر وبطريقة أشمل بإذن الله تعالى مع سعادة النائب الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. يسعد مساك سعادتك. مساء الخير. يعطيكم العافية. لجميع الإخوة المساهمين المشاهدين. الله يسعدك. سعادتك، اليوم تحدث عن مجلس النواب يعدل اسم قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. سيد العزيز، تحدث أولا عن سبب تغيير المسمى والأثر المنعكس عليه أيضا. الحقيقة قام مجلس النواب بإدخال العديد من التغييرات على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ليس فقط في المسمى بل أيضا في المحتوى الداخلي. وعلي أن أشير أخيرا أن عدد المواد التي عدلها مجلس النواب في مشروع القانون تبلغ 27 مادة. من أصل 51 مادة، وبنسبة تقريبا تتجاوز 50% من مواد القانون، وصفت هذه التعديلات بأنها تعديلات جوهرية وتعديلات حقيقية. فيما يتعلق باسم المشروع، قام الحقيقة المجلس النواب بالتصويت أمس على شطب كلمة تنظيم من قانون البيئة الاستثمارية، وليتوافق ذلك مع ما أرسلته الحكومة من قوانين أخرى إلى مجلس النواب. كما تعلم، على أجندة الدورة الاستثنائية الحالية في هذا الوقت هناك قانون الشركات وهناك قانون المنافسة. وفي بداية الدورة العادية القادمة، كما صرح رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة وزير التخطيط، أن الحكومة ستقوم بإرسال المزيد من القوانين، وهي في مقدمتها قانون الأوراق المالية وقانون الإعصار. بمعنى أن تنظيم البيئة الاستثمارية لا ينحصر في هذا القانون حصرا، بل بمجموعة أخرى من القوانين. وهذا الحقيقة يعني في إدراك مهم من مجلس النواب على طبيعة القوانين التي تم تعديلها. وكما تعلم، الأردن يقوم بتحديد أدواته سواء سياسيا
من خلال مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية أو إداريا من خلال مخرجات التطوير الإداري الأخيرة، واقتصاديا أيضا، ويتمثل ذلك في محورية المحور الأول والورشة التي عقدت في الديوان الملكي العامر بمشاركة أكثر من 500 خبير، والمحور الثاني التشريعات والإطار القانوني بما يمكن الحكومة من إنجاز المستهدفات الواردة في خطة تحديث النمو الاقتصادي. نعم، يعني سعادتك اليوم نتحدث، ما الذي ركز عليه القانون الجديد وهذه التعديلات؟ على ماذا ركزتم سيدي العزيز؟ يعني التعديلات التي أجراها النواب ممثلين بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شملت أهم نقاط كانت الحوافز الاستثمارية. نعم. وعند لقاء النواب مع القطاع الخاص، حيث كما تعلم مجلس النواب عقد ما يزيد عن 23 اجتماع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيارات قامت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى غرف الصناعة والتجارة وجمعيات المستثمرين، وأيضا التقت من خلال تقنية زوم مع عدد من المستثمرين الأردنيين خارج البلاد. التركيز الرئيس كان من قبل هؤلاء المتداخلين جميعا حول أهمية وضوح الحوافز في القانون، ولذلك جاء تعديل اللجنة باتجاه وضع معايير للحوافز. نحن نتحدث أخي الكريم هنا عن نوعين من الحوافز، الحوافز الأساسية والتي تمنح إلى المستثمر الذي يعمل في المناطق الأقل نموا أو الذي يوظف 250 أردني، ونتحدث عن حوافز إضافية. هذه الحوافز الإضافية تتم من خلال لجنة الحوافز. نحن ما قمنا به أننا وضعنا معايير لجنة الحوافز. على سبيل المثال قلنا أن الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف التصدير بنسبة 50%، هذه الأنشطة مؤهلة للاستفادة من الحوافز الإضافية، أو التي تقوم بتشغيل النساء الأردنيات بما لا يقل عن 50%، أو الذي يقوم بتوظيف 350 أردني، أو الأنشطة ذات القيمة المحلية المضافة المرتفعة والتي تجاوز 50%، أو الأنشطة المتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك المشاريع الاستراتيجية. كل هذه المعايير قام النواب بإدخالها في مواد القانون بحيث يكون هناك أكثر وضوحا لدى لجنة الحوافز، وتكون القرارات مبنية على معايير محددة ومعايير واضحة. نعم، سعادتك أوجه القصور خاصة أن اليوم نسبة كبيرة، يعني 50 وتتجاوز أيضا 50%، وهي نسبة كبيرة أيضا. نعم، الحقيقة التعديلات لا تعني أن هناك أوجه قصور في القانون، بل تعني أن هناك إمكانية لتجويد نصوص القانون. أنا الحقيقة أشيد بالحكومة وبرئيسها عندما تحدث رئيس الوزراء في القراءة الأولى لمشروع القانون، وقال أن صدر الحكومة يتسع لأي تجويدات وتحسينات من قبل النواب، وهذا بالفعل ما قامت به لجنة الاقتصاد والاستثمار. لجنة الاقتصاد عقدت العديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص، واستطاعت من خلال هذه الاجتماعات أن تضع مصفوفة من احتياجات القطاع الخاص التي يرغب بوجودها في القانون، وهذا بالفعل ما عكسته عند مناقشة مواد القانون، ونتج عن ذلك تعديل أكثر من 50% من مواد القانون. وبالتالي هذا نحن لا نتحدث هنا عن أوجه قصور، بل نتحدث عن تجويد وتعديل لنصوص القانون بما يصب في تحسين البيئة الاستثمارية. نعم، سعادتك يعني أخيرا تحدثت أنت وتفضلت عن المستثمرين، لكن اليوم بنخصص على المستثمر الأجنبي للمملكة الأردنية الهاشمية، هل سيستفيد من هذا القانون وهذا التعديل سيد العزيز؟ بكل تأكيد، المشروع القانون ساوى بين المستثمر الأردني والمستثمر غير الأردني، وهذه رسالة واضحة وصريحة أن الأردن يريد أن يجتذب الاستثمارات الخارجية إليه، بحيث أنه ساوى في كافة الحقوق بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وبالتالي هذه رسالة أننا يعني نريد أن نخلق من الأردن بيئة استثمارية جاذبة، وأن يكون الأردن منصة لانطلاق الأعمال. إحنا اليوم أخي الكريم لدينا نسبة بطالة لمست 25%، لدينا نسبة دين عام مرتفعة إذا ما قورنت بالناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي كل هذا لا يمكن أن يعني نخلق له حلول إلا من خلال الاستثمار، وهنا نتحدث عن نوعين من الاستثمار، الاستثمار الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي وخدمات ما بعد الاستثمار للمستثمر، وأيضا جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة الأردنية الهاشمية وضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية. كل هذا نحن نعول على مشروع القانون أن يعطي مكنة للحكومة، ولكن أنا أقول بكل وضوح وبكل صراحة العبرة دائما بالتطبيق. نحن نحاول الوصول إلى قانون جيد، وهذا القانون يعطي مكنة للإدارة والحكومة من القيام بواجباتها، لكن الأمر كله مناط بتطبيق جيد
وأنا أتوقع أننا وفرنا مكنة قانونية للحكومة حتى تستطيع القيام بواجبها بموجب ما أوكل إليها من أحكام في الدستور بإذن الله تعالى. بدي أشكرك سعادة الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية سيدي. شكرا سيدي، شكرا. إذن مشاهدي الكرام كانت هذه ثاني متابعتنا لهذا المساء والحديث عن مجلس النواب يعدل اسم قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والحديث عن هذا الموضوع كان معنا وتحدث بشكل مباشر وشكل صريح. طيب يعني اليوم حلقتنا خفيفة لطيفة من خلال صوت الشعب، اليوم الخميس نهاية الأسبوع، إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. ولكن اسمحوا لي، يوم أمس الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء. وأيضا اليوم نتحدث من خلال صوت الشعب ونبارك لسمو ولي العهد، وحيث نشر سمو ولي العهد قبل قليل تغريدة يتحدث بها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نعم العون والسند على الأمنيات الصادقة. يعني ألف مبروك لسمو ولي العهد الذي نشر هذه التغريدة على موقع إنستغرام، وبإذن الله تعالى يعني بنشوف اليوم هذه الفرحة الأردنية وهذا الشعب الأردني لسمو ولي العهد. أخيرا نتحدث عن المياه ونتحدث عن الناقل الوطني، ومعي على الهاتف الآن أخونا عمر سلامة ناطق إعلامي باسم وزارة المياه. يسعد مساك. مساء النور يا سيدي. يعني أستاذ عمر، بالبداية نتحدث عن إطلاق مشروع تهيئة شبكات مياه لاستقبال الناقل الوطني سيدي العزيز، اليوم إلى أين وصلنا بهذه هذا المشروع؟ يعني سيدي العزيز الله يعطيكم العافية ويمسيكم بالخير، وكل عام وانتم بخير بمناسبة المناسبات السعيدة. الحمد لله، الحمد لله بنمر فيها، يعني بنهني سمو ولي العهد بمناسبة الخطوبة، وبنهني الشعب الأردني بالثانوية العامة، وإن شاء الله دائما تديم الأفراح والسعادة علينا وعليكم يا رب. يعني هذا الموضوع فيما يتعلق بهذا المشروع هو مشروع استراتيجي، تعرف إحنا عم نشتغل الآن على تهيئة خطوط المياه اللي في محافظات الوسط، أساس تكون جاهزة لاستقبال كميات مياه إضافية. فإن شاء الله إنه راح يكون في نقل نوعية بالخدمة، تطوير هذه الخدمات وتحسينها وتعزيزها، بما يضمن رفع كفاءة التزويد المائي للمواطنين في هذه المناطق بداية. وهذا اللي هو سكوب اللي راح يتنفذ، أو هذا المشروع راح بعد تطبيقه في محافظات الوسط اللي هي تابعة لشركة مياه هنا حاليا مادب والزرقاء والبلقاء، راح ينقل هذه التجربة إلى باقي محافظات المملكة خلال الفترة القادمة. هذا يعتمد على بناء الخطوط طبعا حسب التوسعات العمرانية، حسب الزيادة السكانية، حسب ارتفاعات المناطق. بتعرف الآن في صار توسعات مثل ما حكينا احنا وياك في عدة مواقع أو لقاءات سابقة، انه احنا التوسعات هاي عم بتشكل ضغوطات مع تناقص كميات المياه، وبالتالي اصبحت هذه الشبكات غير قادرة على تأمين هذه المناطق باحتياجاتها بكميات كافية. فبالتالي لابد من إعادة دراسة هذه الشبكات بناء على الواقع الحالي وعلى أسس علمية، وربطها إلكترونيا على أنظمة سكادا، بمعنى أنك تستطيع التحكم بهذه الشبكات عن بعد، وزيادة أقطارها وبناء الخزانات في المناطق اللي ستحتاج إلى الخزانات ضمن خطة الوزارة بحلول العام 2027 إن شاء الله، ونتحول إلى التزويد المائي المستمر خلال هذه السنوات القليلة، وتنتهي مشكلة إنه إحنا نظل نعاني من قصة المي وصلت أو المي ما وصلت. بالتالي هذا جهد إن شاء الله مهم، ومشروع من أهم المشاريع التي يعني يجري العمل على تنفيذها، وإن شاء الله سيبدأ هذا على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن نقوم بتوقيع الاتفاقيات مع الجهات المختلفة سواء الممولين والمانحين
أو الجهات التنفيذية على أرض الواقع في هذه المناطق. نعم يعني أستاذ عمر، أنتم اليوم بلشين وإحنا بلشين بالعاصمة عمان بهذا المشروع سيد العزيز، ما وضع باقي المحافظات تحديدا؟ هل تم تهيئة الشبكات السابقة ولا في خطة قادمة أيضا؟ يعني إحنا بنعرف أن الوضع في باقي المحافظات خصوصا بمحافظاتنا العزيزة على قلوبنا جميعا الجنوبية بالذات، شبكاتها قادرة على استيعاب كميات مياه، ولكن بعد تطبيق هذا البرنامج أو المشروع في محافظات الوسط ودراسته فنيا وهندسيا وبدء بشروط فيه، سيتم نقل هذا الموضوع ونقل التجربة قبل أن يأتي الناقل الوطني، بحيث تكون جميع محافظات المملكة جاهزة لهذا الأمر ويتم تنفيذ هذا الموضوع في كافة المحافظات مثل ما ذكرت قبل قليل. نعم. وإن شاء الله أنه سيكون هناك مشاريع متعددة تشمل جميع مناطق المملكة، وهذا بالمناسبة سيخفف أيضا من الفاقد المائي اللي احنا عم بنعاني منه. نعم. لأنه نظام السكادا والأنظمة الحديثة اللي راح تركب راح يتم تطوير الشبكات ومعالجتها ومعالجة الاختلالات ومراعاة فروق الارتفاعات، لأنه صار في برضو تراخيص وإنشاءات سكنية في عدد من مناطق مرتفعة عن المناطق اللي كانت الشبكات مصممة إلها، وهذا كله شكل ضغوطات. وبالتالي إحنا بتسمع يوم أخير عاد كل يوم والآخر إنه في منطقة بقول لك الشارع اللي جنبي أنا بتجي مي ما بتجي. نعم صحيح. وهذا كله بسبب هذا، فالآن إعادة تقييم للواقع بشكل كامل ممتاز، وبناء مشروع وخطط وتنفيذ مشاريع، وكل منطقة مثلا بحاجة إلى خزان هذه المنطقة. هذا شيء جميل، يعني اليوم نطمن من خلالك المواطنين المرحلة القادمة بإذن الله أنه المي راح توصل للكل إن شاء الله. إن شاء الله، ونتحول إلى التزويد المائي المستمر بعون الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب. بمعنى أنك لن تعود تهمل هم أنه المي أكيد تيجي في يوم أو يومين، وبالتالي هذا سيكون إن شاء الله نقلة نوعية بإذنه تعالى وتوفيقه إن شاء الله خلال الفترة أكيد حالة. يعني أستاذ عمر، تحدثت أخيرا عن الفاقد المائي، تحدث اليوم عن الاعتداءات الأخيرة سيدي وكيفية التعامل معها الآن. يعني إحنا نشكر أول شيء بداية بحب أكد على شكرنا الجزيل لإخواننا المواطنين اللي عمليا هم الركيزة الأساسية في إبلاغنا عن هذه الاعتداءات، وهم اللي ببلغونا باستمرار، وهناك تعاون كبير في هذا المجال. نعم. وأيضا نشكر مديرية الأمن العام على إسنادها الفعال والدائم والمستمر لقطاع المياه لضبط هذه الاعتداءات وتأمين الحماية لكوادر المياه، ولكن ما زالت حتى الآن هذه الاعتداءات موجودة أخي رعد. نعم نعم، يعني أنا بدي أشكرك الأستاذ عمر السلامة الناطق إعلام باسم وزارة المياه، كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر سيدي. شكرا. إذن مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي كافة متابعاتنا لهذا المساء واليوم الخميس، بدنا نكون خفاف الطاف عليكم جميعا حتى بفشت الغل. يعني احنا موعدة البرنامج راني حبش كانت بدنا المياه والاعتداءات اليوم فشت الغل، بس انا بقول لك راني اليوم التوجيهي، بدنا نفرح التوجيهي، بس يعني احنا اليوم بدنا اطلاق العيارات النارية. للأسف الشديد في ظاهرة شفناها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، رصاصات بإطلاق العيارات النارية كانت موجودة على الأسطح السيارات. للأسف الشديد بارح نوهنا وكنا موجودين وتحدثنا مبارح عن موضوع إطلاق العيارات النارية ومواكب الأفراح. للأسف يعني إحنا اليوم لما نحكي هذه الرسالة المهنية اللي إحنا نقدم لكم إياها يوميا للبعض، طبعا لبعض الإخوان، هي توعوية. اليوم إحنا بصراحة نوهنا مبارح والأمن العام نوه مبارح مديرية الأمن العام، وفي حملات أمنية بالمناسبة عشان تكونوا بالصورة، اليوم لكل مواطن في حملات أمنية كبيرة جدا وفي مراقبة شديدة جدا من مديرية الأمن العام، نعطيهم العافية النشامة. بتمنى اليوم بحلقتنا كنا معكم على مدار الساعة، ولكن بتمنى للي ما حالفوا الحظ بالثانوية العامة في السنوات القادمة فلتبدأ من هنا. يعني دائما أول خطوة للنجاح هي الفشل، فأنت اليوم هي تجربة لكم، وبإذن الله في فالكم النجاح للسنة القادمة والنتائج القادمة. ونقول مبروك لكل ناجح، مبروك لكل شخص نجح، لكل ومبروك لكل واحد تعب وحصد، لكل واحد اليوم توتر، لكل واحد زعل بالامتحانات كيف قدم. كانت تجربة توجيهي بالمناسبة والثانوية العامة هي سنة من العمر أنا بعتبرها، لكن اليوم فرحتكم هي فرحتنا، فرحة الناجح بالتوجيه اليوم زي ما بنعرف فرحة كبيرة جدا. فنقول لكم اليوم مبروك، وأيضا باسمي وباسم
قناة A1 TV ممثلة برئيس مجلس الإدارة ومديرها العام وكافة العاملين في قناة A1 TV. نبارك أيضا لسمو ولي العهد بمناسبة الخطوبة، ألف مبروك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. إلى هنا ينتهي وقت برنامجنا معكم لهذا المساء، بإذن الله يتجدد بكم اللقاء يوم الأحد القادم بنفس الموعد من الواحدة لغاية الساعة الثانية ظهرا. إلى ذلك الحين دمتم ودام الوطن.